بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين لسه مع التكرار ومعانا جملة جديدة اسمها دو هويل. طيب السؤال دلوقتي، احنا خدنا في الفيديوهين اللي فاتوا جملة فور ونكست، ليه بندرس التكرار باستخدام دو هويل؟ أكيد لأن في فرق. الفرق إنك لو عارف أنت هتكرر كم مرة فبتستخدم جملة فور ونكست. على سبيل المثال، أنا عندي في الدفعة مثلا 100 طالب وعايز أجيب المتوسط بتاع درجات الطلاب في لل 100 طالب، فأنا عرفت إن أنا عندي 100 طالب عايز أجيب لهم المتوسط، فعرفت عدد مرات التكرار. ولكن لو أنت مش عارف عدد مرات التكرار أو التكرار ده كام مرة ويتكرر لحد ما إيه يحصل، ففي الحالة دي بنستخدم جملة اسمها دو هوايل. طيب دو هوايل بتشتغل إزاي؟ بتكتب عادي خالص جملة دو هوايل، وبعد كده بتحط هنا شرط منطقي، وبتنتهي بجملة لوب. يبقى إذن بتبدأ بجملة دو هوايل وبتنتهي بجملة لوب. اللي أنت عايز تكرره حطه ما بين جملة دو وجملة إيه؟ لوب. طب إيه اللي موجود هنا؟ موجود هنا الشرط بتاعك. ودو هوايل بتشتغل إزاي؟ طول ما الشرط ده متحقق بتكرر الجمل اللي موجودة اللي هنا وتنفذها. ولكن اذا الشرط ده ما اتحققش، بالتالي بتروح جايه دو وايل مطنشه من اول دو لحد لوب. وعرفنا امتى نستخدمها؟ بنستخدمها لما اكون مش عارف انا هكرر كام مره، فعشان كده بحط شرط، بقول طول ما الشرط ده بيحصل افضل كرر في الجمل دي على طول. تعالى كده نفتح الفيجوال ونشوف كده مثال علشان نقدر نفهم الموضوع ماشي ازاي. عندنا كده اهو مثال، ده تكست بوكس وعملته مالتي لاين، وقلت له هنا نفذ لي بدو وايل وهطبع من 1 لـ10 زي ما كنا عاملين المرة اللي فاتت. بكل بساطة رحت جاي معرف متغير اكس ان هو انتجر، وبعد كده خلي بالك ان العداد هنا في دو وايل بيتم تعريفه وبنديله هنا حاجة اسمها القيمة الابتدائية. يبقى ده مين الاكس ده؟ الاكس ده العداد بتاعي. يبقى ممكن نروح كده عاملين كده ايه هنا ملحوظه كده، ونقول ان الاكس ده بيكون عباره عن ايه؟ الاكس ده العداد المستخدم في التكرار. تمام جدا. يبقى ده العداد المستخدم فين؟ المستخدم في التكرار بتاعك. وطبعا نحط الجمله دي الكومنتايه دي نحطها فين؟ هنحطها فوق قبل تعريف المتغير. يبقى دايما قبل ما باجي اشتغل في التكرار بعمل تعريف للمتغير بتاعي اللي هو العداد اللي انا هستخدمه. فقلت له عرف لي الاكس از انتجر، يبقى انا كده هستخدم عداد لدو وايل اسمه ايه؟ اسمه اكس. القيمه الابتدائيه للعداد دايما بنحطها هنا، فانا لو عايز ابدا من الصفر فبقول له هنا القيمه الابتدائيه للعداد بتاعنا. طيب القيمة الابتدائية للعداد قلت له الاكس بتساوي صفر. لو انت عايز تطبع من 1 لـ10 قل له ان الاكس بتساوي صفر، او قل له ان الاكس بتساوي 1، وابدأ الحلقة التكرارية بتاعتك بدو هوايل لوب، واكتب في النص اللي انت عايزه. يبقى هنا كده نروح جايين هنا اهو كده اهو، ونقول بداية الحلقة التكرارية. عظيم جدا. يبقى انا عرفت ان انا عرفت عداد اللي هو الاكس از انتجر، وقلت له القيمة الابتدائية الاكس بيبدأ بكام؟ بصفر. وبعد كده قلت له ابدا بدو وانتهي بمين؟ بلوب. يبقى انا كده هكرر ايه؟ الشرط طالما متحقق، ركز معايا من فضلك، دو هو اللي الشرط بيحصل، طول ما الشرط ده شغال وبيحصل معاك كرر الجمل الموجوده هنا دي. طيب الاكس اقل من 10، اه ده الاكس بصفر، يبقى اذا الشرط تم تحققه. هيروح جاي عامل ايه؟ اللي بيحصل هنا بقى ده ايه؟ ده اسمه مقدار الزيادة في العداد، مقدار الزيادة. طب يعني ايه مقدار الزيادة؟ انا هنا بقول الاكس بتساوي الاكس القديمة اللي هي بصفر واضيف عليها 1، يبقى انا كده ماشي ايه؟ 0 1 2 3. طب لو عايز امشي زوجي، يبقى انا في الحالة دي انا هشيل كده كل ايه؟ عايز كده اعمل ايه؟ انتر انتر عشان ايه؟ الغي الاكواد دي من قدامك عشان ما تتلخبطش. فاقول له هنا مقدار الزيادة اللي هو بيساوي ايه؟ مقدار الزيادة اكس زائد 1. وبعد كده بقول له طب لما يخش جوه التكرار يعمل ايه؟ يروح للتكست بوكس 1 اللي هو ده اهو، يكتب فيه اللي موجود في التكست بوكس قبل كده
ويضيف لي قيمة العداد بتاعي، وبعد كده ينزل على سطر جديد، واعتقد ان السطر ده كررناه جديد قبل كده. تعالى كده نجرب البرنامج مع بعض علشان خاطر نفهم الشغل ماشي ازاي. اهو ادي البرنامج وادي الكود بتاعي. اول ما يدوس هيروح جاي يعمل ايه؟ يعرف الاكس على انه متغير انتجر، بعد كده يروح جاي قيمة ابتدائية بيبدأ بصفر، بعد كده يروح جاي على طول سائل الاكس اقل من 10؟ اه، يروح جاي مزود عليها واحد، فيبقى الاكس اصبحت بواحد، وبعد كده يروح جاي ايه؟ طابعها، وهكذا لحد ما يوصل والاكس تكون بكام؟ ب10. ال10 اقل من 10؟ لا، الشرط ما اتحققش. طالما الشرط ما اتحققش بيطنش من اول دو لحد الاخر. طيب تعالى كده نفهم اكتر مع بعض. كده احنا شفنا تطبيق الحاله الاولى بان احنا نغير في البدايه والنهايه والشرط والعداد. تعالى كده مع بعض نقول له ان العداد بتاعي هيبدا بايه؟ هيبدا بصفر. اه، وطول ما الاكس اقل من كام؟ طول ما الاكس اقل من 100، ومقدار الزياده هيكون هنا كام؟ هيكون هنا 10. تعالى كده نجرب مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. لو قلت له نفذ قال لي 10 20 30 وهكذا، لان غيرت البدايه وغيرت النهايه وغيرت مقدار الزياده. عظيم جدا. طيب تعالى كده نقول له المره دي لا، ده الاكس هتبدا بكام؟ ب100. وطول ما الاكس ها مالها، مش هقول له بقى اقل، طالما هتغير الشرط وتقول له ان الاكس انت بدات بالاكس كبيره، طول ما الاكس اصغر من الصفر، طول ما الاكس ايه؟ اقل من الايه؟ اقل من الصفر، اعمل ايه؟ خلي مقدار الزياده، لا يبقى هنا مقدار النقص، ارجع بقى بالسالب، انت كده تبدا حلقه تكريه من فوق لتحت. يبقى انا كده بدات بالعداد كبير، وبعد كده نقصت منه كل مره 10، طول ما العداد بتاعي اكبر من الصفر نفذ الكلام اللي جاي ده. طب تعالى كده نجرب مع بعض واقول له يلا كده فرجني بعد اذنك. المره دي قال لي ايه؟ قال لي 90 80، وقف عند الايه؟ الصفر. طب لو انا عايزه يبدا من 100 هنجرب دلوقتي مع بعض. هقول لك على حاجه بسيطه جدا، تعالى بقى كده نغير ونرجع للاول خالص ونقول له ان العداد هنا هيبدا بكام؟ العداد بدا بصفر. طيب هنا اللي حصل ايه؟ الاول انا زودت واحد على العداد، وبعد كده عملت ايه؟ طبعت. طب تعالى كده بس بكل بساطه نخلي مقدار الزياده يجي في الاخر، نشوف ايه اللي هيحصل. اهو ادي مقدار الزياده اللي هو ده كده، الجمله دي هاخدها كده اهو واحطها هنا ايه؟ بعد ما يطبع. لانه خلي بالك انا كنت الاول بعمل ايه؟ الاول بزود وبعد كده بطبع، لا المره دي هطبع وبعد كده ايه؟ ازود. يا ترى هيطبع من 1 ل 10؟ تعالى كده نجرب اهو، نفتكر مع بعض ايه اللي حصل. المره دي قال لك ايه؟ من 0 ل 9. ليه من 0 ل 9؟ لان انت الاول قلت له اطبع، فهو لما طبع اول مره الاكس، الاكس كانت بكام؟ ب0، وبعد كده زود عليها اصبحت 1، ولما راح لافف راح طابع 0 وبعد كده 1. طب تعالى برضو نفهم اكتر لما نرجع البرنامج زي ما كان. هنا اللي هيحصل ايه؟ اللي حاصل هنا ان هو الاول بيروح جاي مزود على الاكس 1، فاصبحت بدل ما 0 اصبحت ب1، وراح جاي طابعها، فطبع من بدايه ب1 لحد ما وقف عند كام؟ لحد ما وقف عند 10. يبقى ال 1 2 3 وقف عند كام؟ وقف عند 10. عظيم جدا، عرفنا ان هو هنا ايه؟ الاول زود وبعد كده طبع. طيب لو احنا طبعنا الاول وبعد كده زودنا، يبقى بدات من 0 وانتهيت عند ايه؟ 10. طب لو انا عايزه مننا يبدا بالصفر اعمل ايه؟ خلاص روح جاي على دي كده وخليها سالب 1. تمام جدا، روح جاي هنا كده قول لي ان دي سالب 1، وروح جاي يقول طول ما الاكس اقل من او يساوي 9، كده يطبع من 0 ل 9. ما انت بتلعب بالبدايه والنهايه ومقدار الزياده. تعالى كده مع بعض نجرب اهو، بدا بكام؟ بدا بالفعل بصفر وانتهى عند 9. يبقى انا لما لعبت بالبدايه ولعبت بالنهايه ولعبت بمقدار الزياده، لا ومش كده ما كمان، ونروح عاملين انتر كده اهو، ونقول ايه؟ هنغير في مكان زياده العداد، لان ده برضو مؤثر في التكرار باستخدام دو وهوايل. وبكده بنكون فهمنا يعني ايه دو هوايل، وطول ما الشرط ده بيتحقق هو بيتكرر لحد ما يوصل لمين؟ للوب. تعالى كده نشوف طيب حاله تانية، ايه اللي يحصل لو انا هنا استخدمت حاجه اسمها ايه؟ دو هوايل، بس مش هستخدمها بالطريقه دي، هستخدمها بطريقه مختلفه. الطريقه المختلفه
ان انا هبدا بكلمه دو ومش هحط بعدها اي شروط، وبعد كده هكتب الجمل اللي انا عايز اكررها وهني برضو بلوب، بس الشرط هيجي بعد مين؟ الشرط هيجي بعد لوب. بعد وايل هيجي الشرط لوب وايل والشرط في الاخر. يبقى الشرط كده مش هيجي في الاول، هيجي فين؟ في الاخر. يا ترى ايه الفرق؟ في فرق. هنا في الجمله الاولى دي الاول بيسال على الشرط متحقق ولا لا، لو اتحقق بيفضل يكرر ويدخل لحد ما يوصل للوب. انما لما استخدم الطريقه الثانيه اللي هي انا ببدا فيها بدو، اللي هي الطريقه دي كده، انا بدات الاول بمين؟ بكلمه دو، وانتهيت عند مين؟ عند لوب وايل. الشرط جه في الاول ولا في الاخر؟ جه في الاخر. يبقى هو الاول هيكرر الجمل دي على الاقل مره واحده، وبعد ما يكررها يروح جاي سائل ومنفذ الكلام ده. طيب برضو مش فاهم، لو جيت كده معايا ورحنا جايين عاملين الشرط ده كده اهو اهو، هقول له اكبر من، هقول له ايه؟ اكبر من. طيب يا ترى في الحالة دي الشرط ده هل الاكس اكبر من 9؟ لا، ده الاكس بسالب 1. يبقى اول ما هيبدأ ينفذ الدو وايل في الحالة الاولى مش هينفذ التكرار ده ولا مرة نهائي، هيطنشه من اول دول لوب. ليه؟ لانه سأل في الاول على الشرط فالشرط ما اتحققش، وبالتالي مفيش حاجة هتتم. تعالى كده مع بعض نجرب اهو، ادي الكود بتاعك اهو، وادي البرنامج اهو، ويلا كده نقول له نفذ، مفيش حاجة حصلت. نفذ، مفيش حاجة حصلت. ليه مفيش حاجة حصلت؟ لان هو سأل في الاول على الشرط فلقى الشرط ما اتحققش ولا مرة، فطنش جملة دو وايل كلها من اول دو وايل لحد مين؟ لحد اللوب على بعضيها. انما لما يبدأ الاول ويقول الاكس بصفر ويقول بعد كده كرر وينفذ الجملتين دول ويرجع يسأل في الاخر، عظيم جدا. معذرة. يبقى كده السؤال جه في الاول ولا في اخر التكرار؟ لا، السؤال جه في الاخر. يبقى على الاقل لازم ان الحلقات التكرارية اللي قدامك تتنفذ مرة واحدة. يبقى اذا لازم على الاقل ينفذ مرة واحدة، لان الشرط جه في الاخر نجاش في الاول. فانت لو في برنامجك بتقول ان لازم المستخدم على الاقل ينفذ التكرار مرة واحدة، يبقى ما ينفعش تستخدم الحالة دي. استخدم الحالة اللي هي ايه؟ اللي هي ان انت تبدأ بدو وتنتهي بلوب وتحط الشرط بعد اللوب في الاخر. تعالى كده نجرب الحالة التانية ده، اهي ادي الحالة التانية اهي، الشرط متحقق عادي جدا، هنجربها مع بعض. وهقول له ابدأ نفذ من فضلك الحالة التانية اللي هي اللوب مع الهوايل اللي هو الكود اللي هو ده كده. قال لي بالفعل 1 لحد ما انتهى ل 10، ودي الحالة الأولى أنا صلحتها، فبدأ من 1 من 0 لحد 9. طيب تعالى كده برضو نظبط دي، خليها زي ما كانت، نقول له ابدأ من الصفر وخلي النهاية تكون عند ايه؟ عند 10، مفيش أي مشكلة خالص. طيب تعالى بقى نغير الشرط، هقول له إن الإكس أكبر من 10، يبقى كده الشرط مش هتحقق. الشرط كده مش هتحقق ولا مرة نهائيا. بس ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ يشوف دو ويرجع ينفذ الجملة دي وينفذ الجملة دي ويطبع هنا ايه؟ في التكست بوكس 1. الشرط ما اتحققش، ده الاكس مش اكبر من 10، يروح طالع من الدو اللوب وينهي الكود. طب تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل لما ايه؟ الشرط ما اتحققش ولا مرة. وتعالى كده ننفذ مع بعض وهقول له لوب هوايل. ايه اللي حصل؟ طبع لي 1. مين الواحد ده؟ قال الاكس بيساوي اكس زائد 1، الاكس كانت بصفر اصبحت بواحد، وبعد كده طبع في التكست بوكس 2 اللي هو قيمة الاكس، وبعد كده سأل هل الشرط متحقق؟ قال له لا، وبالتالي طبع 1 بس لان الشرط ما اتحققش. طيب ايه اللي هيحصل هنا بقى؟ ان هو على الاقل لازم يمر جوه التكرار ويطبع 1. انما الشرط لما ما كانش بيحصل هنا اهو، تعالى كده نراجع مرة تانية، الشرط لما ما كانش بيحصل هنا ما كانش بيطبع ولا مرة. يبقى امتى نستخدم الحالة التانية؟ بنستخدم الدو لوب وايل لما اكون عايز اضمن ان المستخدم لازم على الاقل البرنامج ينفذ لي، البرنامج لازم على الاقل ينفذ لي مجموعة الجمل اللي موجودة هنا مرة واحدة على الاقل. وده كده الحالة التانية اللي عندنا اللي هي ايه؟ طيب تعالى كده ناخد برنامج مع بعض عشان نفهم اكتر الدو وايل ماشية ازاي. طيب او اجل البرنامج ده وتعالى ناخد جملة تانية معانا ظريفة وشكلها خفيف جدا وزي الايه؟ الدو وايل بالظبط، بس هي فيها فرق بسيط جدا محتاج مننا ايه؟ تركيز. تعالوا بقى ندرس جملة تانية مع بعض اسمها دو انتل.
ايه ده؟ دو هوايل ودو انطل. دو هوايل بتقول ايه؟ طول ما الشرط متحقق في دو هوايل، طول ما الشرط متحقق، يعني طول ما الشرط يقول له دو هوايل، طول ما الشرط ده بيتحقق بيكرر وينفذ. دو انطل العكس، بتقول له طول ما الشرط لم يتحقق، يعني الشرط ده متحققش، كرر الجمل الموجودة هنا. يبقى دو هي دو، لوب هي لوب، نفس فلسفة العمل، نفس فلسفة العمل. ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان هناك هوايل، هنا انتل. هناك في هوايل الشرط ده طالما بيتحقق يكرر، فانتل الشرط ده ما دام لم يتحقق، يعني الشرط ده مش ما بيحصلش، يكرر الكلام ده. انما لو الشرط اتحقق يتوقف عن التكرار. تعالى كده نشوفها بمثال. احنا كنا خدنا هنا ايه؟ الدو هوايل واللوب مع الهوايل، هناخد دو انتل. الفكرة بسيطة جدا، قلت له برضو نفس العداد، عرفته وعطيت له قيمة ابتدائية، بس قلت له ايه؟ دو انتل لوب. قلت له والله طول ما الشرط اللي هنا ده ان الاكس ما وصلتش للعشرة ولا اكبر منها كرر. يبقى في دو وايل هنا اذا كان الشرط متحقق، الشرط حصل يكرر. انما دو انتل اذا كان الشرط ما اتحققش ما تكررش، يبقى لا يكرر ما دام ان الشرط ما اتحققش. طيب هو الاكس اكبر من 10؟ لا، وبالتالي هيكرر الجملتين دول. انما في دو هوايل بقول له في دو هوايل الشرط اتحقق، ايوه، يروح مكرر الكلام ده. يبقى هما الاثنين زي بعض، بيختلف بس في فلسفة العمل. انت لو عايز ان الشرط تقول له طول ما الشرط ده ما بيحصلش، طول ما ده ما حصلش كرر الكلام ده. علشان كده قلت له ايه؟ خلي هل الاكس اكبر من او تساوي 10؟ ده الاكس بصفر، لا، يروح جاي مكرر ايه؟ الاثنين دول. طب امتى يتوقف؟ لما الاكس توصل ل10 او تكون اكبر منها، لما الشرط ما يتحققش. طب تعالى كده ننفذ الكود بتاعها اهو، وانا في دو وايل اهو، اللي هو الجزء ده كده، دو انتل، مش دو وايل، دو انتل. انفذ، قال لي ايه؟ الاكس اكبر من 10؟ لا، يطبع 1، ويروح جاي مزود 1. 2 اكبر من 10؟ لا لا لا، لحد ما الاكس تساوي 10. الاكس اكبر من او تساوي 10؟ لا، لان الاكس بصفر. الصفر اكبر من او يساوي 10؟ ده الاكس مش اكبر من 10 ولا يساويها، يطبع 1 2 3 4 لحد ما الاكس تبقى زائد 1، يبقى ب10. ويروح جاي طبع 10 ويلف. ال 10 اكبر من او تساوي 10؟ ايوه، الشرط اتحقق ان ال 10 بتساوي 10، وفي الحالة دي يتوقف، لان هو طول ما الشرط ما اتحققش بيكرر. طيب احنا ممكن نعملها بطريقة تانية. ممكن اقول له اذا كانت الاكس اكبر من 11 اهو. تعالى كده نجرب مع بعض. بقول له طول ما الاكس، بقول له انا هنا طول ما الاكس مش اكبر من 11 كرر مرة تانية. فعمل ايه؟ قال لي 1 2 3 لحد ما وصل لكام؟ ل 12. طيب انا عملت هنا ايه؟ انا الاول كنت بزود، فلما قلت له الاكس كانت بصفر، صفر اكبر من 11، قال لي لا، الشرط ما اتحققش، فروح جاي مزود 1، وروح جاي مطابع في التكست بوكس 3 1، ويروح جاي واخد الاكس ب1 زائد 1، يبقى ب2. 2 اكبر من 11؟ لا، يطبع 2، ويرجع ياخد 3. 3 اكبر من 11؟ لا. 4 اكبر من 11؟ 10 اكبر من 11؟ لا. 11 اكبر من 11؟ لا. يزود على 11 1، اصبحت بكام؟ ب12. طب لو انا عايزه يقف عند 10، اقول له والله افضل كرر طالما ان الاكس مش اكبر من كام؟ مظبوط كده، مش اكبر من 9. طيب تعالى نوقف البرنامج ونشوف لما نغير في النهايه ايه اللي هيحصل. اهو، طول ما الاكس مش اكبر من 9 كرر. تعالى كده نجرب مع بعض المره دي اهو. قال لي من 1 لحد كام؟ لحد 10. يبقى طيب انت لو انت جيت قلت له ان الاكس اقل من 9، الشرط متحقق ولا مش متحقق؟ ده الشرط متحقق، لان دو امتل بتشتغل لما الشرط ده ما يتحققش. لا، ده الشرط هنا اتحقق، ما دام ان الشرط تحقق، في الحاله دي ان الشرط اتحقق بتاعك، يبقى التكرار هنا مش هيتم ولا مره نهائي. تعالى كده نجرب. قلت له هل الاكس اقل من 9؟ قال لي ايوه، الاكس اقل من 9. طالما الشرط اتحقق هيطنش من اول دو لحد مين؟ اللوب. ولما ادوس هنا مفيش اي حاجه هتحصل تماما، ومش هيطبع لي اي شيء نهائي.
ليه؟ لان الشرط اتحقق، واحنا بنقول ان دو انتل بتشتغل على الشرط طول ما الشرط لم يتحقق. ممتاز جدا جدا. طيب يا ترى بقى ايه الفرق ما بين دو انتل ودو لوب انتل؟ نفس الفكره. اذا اردت ان يتكرر هذا الكلام مره واحده على الاقل، خلي الشرط بعد لوب تحت. ولكن اذا اردت ان انت الاول قبل ما تكرر تسال على الشرط تشوفه مش متحقق، يبقى حط الشرط فين؟ في الاول. نفس بالظبط فلسفه العمل مع دو هوايل ولوب هوايل، الاثنين زي بعض بالظبط. فهنا رحت جاي عامل ايه؟ كتبت كلمه دو، وفي الاخر سالت على الشرط، قلت له طول ما الشرط ده مش متحقق اطبع برضو نفس الكلام، وهي نفس الفلسفه بالظبط، مفيش اي فرق ما بينها وما بين دو لوب هوايل، الا في ان اللوب انتل اذا الشرط ما اتحققش بيحصل ايه؟ بيكرر، ولكن اذا الشرط اتحقق بيتوقف. تعالى كده نبص مع بعض. لما قلت له اعمل لي الاكس بتساوي صفر، الاكس زود عليها واحد بقت بواحد، واطبع وطول ما الشرط مش متحقق كرر، بالفعل طبع لي برضو من واحد لعشرة. طيب لو جيت هنا قلت له خلي ان الاكس اقل من او تساوي العشرة اللي كنا بنقول عليها من شوية، طيب كده ماله؟ كده اللي يحصل ان الشرط بالفعل هيتحقق من اول مرة، ولكن بما ان الشرط جه في الاخر فعلى الاقل هينفذ هذا الكلام لفة واحدة. فاللي هيحصل ان انت هتبص تلاقي نفسك ان طبع لك رقم ايه؟ واحد، لان انت قلت له كرر مرة واحدة على الاقل. بكده بنكون فهمنا فلسفة التكرار باستخدام العبارة اللي اسمها دو انتل ودو لوب انتل، وخدنا برضو فلسفة التكرار باستخدام دو وايل ولوب هوايل. المطلوب منك في هذه التاسك ان البرامج اللي انت خدتها باستخدام الامثلة اللي انت تم شرحها باستخدام جملة فور نيكست، نحاول نجربها بالدو وايل واللوب وايل ودو انتل واللوب انتل، لان كل فلسفة التكرار بتكون متشابهة مع استخدامك لتوظيف اداة التكرار اللي انت عايزها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.